نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الموارد المائية العراقية تعلن عن لقاء مرتقب مع الجانب التركي حول ملف المياه، وإدارة الهوكا تفرض حجرا صحيا على مناطق في عقرة. عون يؤكد تصميمه على سير في تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، ومصر تطلب تعليق مفاوضات سد النهضة بسبب الموقف الإثيوبي الجديد.